السلام عليكم، في داري اللي بسألكم بخير. أخذتكم فاطمة جابكم وصفة جديدة تبارك الله. بسم الله والنبي رسول الله. إن شاء الله أخوتي أخواتاتي، بغيت نخدم معكم إن شاء الله البسبوسة بلا بيض. بسم الله، عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ما عامرش، عندي هنا كاس ديال سنيدة، عندي هنا فانيا، عندي هنا واحد نص يطرو ديال اللبن، غادي نكب واحد النص ديال الغراب باش غادي نخلط الزيت وسنيده. غادي ندير لون بيض هاد البسبوسه، اللبن كيجيب البسبوسة يا سلام، غزالة كتجي بنينة، اللبن خاطر تبارك الله، اللهم بارك، كيشهي صلاة النبي تبارك الله. شوف اللبن كيداير غزال خاطر. كنضرب لما تخلط سنيدة مزيان الدول، سنيدة صح الله غليظة شوية، أنا بديت بالسميدة الرقيقة بسم الله، كنكب السميدة شوية بشوية لما تجمع لي الخليط. مازال غادي ندير الخميرة إن شاء الله، ما تقصحوهاش، خليو البسبوسة دائما خفيفة. بسم الله، غادي ندير جوج خمارات باش كطلع البسبوسه مزيان. الا ما درتوش جوج خمارات درتو وحده ما كطلعش البسبوسه مزيان، كتجي هبطه في الطاوه. ندير جوج خمارات، غادي نزيد واحد الكاس اخر ان شاء الله، وغادي نزيد اللبن. بسم الله، البسبوسة ديال اللبن كتجي تبارك الله ما شايفكمش يا خوتي العزاز الغاليين. نزيدها واحد شوية، ما نقصحهاش، ما تجيش البسبوسة قصحة. المهم عيني ميزاني دائما كنزيد شوية وشوية على ما تجمع لها جمع الخليط. زيد واحد شوية، مهم دائما عينكم ميزانكم. بارك عليها تبارك الله، هي الخليط تخلط كما كتشوفوا، جات هي هذيك التخليطه ديالها، جات رائعه، ما هي خفيفه ما هي قاصحه. شاعت الفرن يسخن المشاهدين ديالي، دابا غادي ندوز ان شاء الله ندير الخليط ديالي في الطاوه. الخليط دائما كنخليوه خفيف، ناه في الطاوه. دابا راه عادي نطلقوه مزيان المعلقه في الطاوه ديالنا، وعادي ندخلوه الطيب. الصلاه على النبي، تدخل الفران، انا عاد نخليها طيب، وملي عاد يطيب ان شاء الله عادي نشارك مع خوتي التزيين ديال البسبوسه. المشاهدين ديالي، السقوه ديال البسبوسه دير جوج كيسان ديال الماء ديال العنبه، وديرت كاس ديال سنيده او ثاني ديال العنبه، وطريف ديال الحامض، واللي ما عندوش الحامض يدير شويه ديال الفاني ويدير السقوه ديال البسبوسه ديال البسبوسه فوق البوطه واحد 10 دقائق. طيب ملي عاد يطيب ان شاء الله نرفع عليها البوطه ونخليها تبرد.
توصل طابت المشاهدين ديالي. دابا ان شاء الله غادي ندوز للسقوه. بسم الله غادي نبدا دابا نسقي البسبوسه غير شويه بشويه، راه ضربتها بالفرشيطه باش كتدخل فيها السقوه. ثم كتسقيوها سخونه وهي كتشرب السقوه ديالها، ولكن السقوه تكون بارده يا المشاهدين. كان هاد دانون المشاهدين ديالي، وانتم كيبقى الاختيار ديالكم، اللي ما عجبوش دانون بلا ما يديروا، انا كيعجبني دانون كندهنها بدانون، وان شاء الله عاوتاني غادي نغبرها باللوز مهرمش ولا بكاوكاو اللي عندكم في داركم تزوقوا به. دانون كيعطي واحد المذاق يا سلام تبارك الله، كتجي واعره البسكوسه، وحتى الدراري الصغار كيزعموا عليها كياكلوها تبارك الله بالريحه ديال دانون واللوز ولا كاوكاو ولا محمر عندي مهرمش. دابا هاني غادي نساليها ان شاء الله بالدهين ديال دانون، غادي نرجع نرشها ان شاء الله بشويه ديال اللوز عندي مطحون. تابوناو عندي المشاهدين ديالي الله يسهل عليكم، ودخلوا للقناه ديالي الله يسهل عليكم، الله يخليكم ليا، وديروا لنا التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم الزوينات، الله يسهل عليكم. الى عاونتوني راكم الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم، والله يجعل ربي يخليكم لصحيحتكم وليداتكم، الله يطول عمركم. دخلوا الفيديوهات ديالي وديروا لي التعليق ديالكم، اللايكات الزوينات الله يسهل عليكم. ما نساونيش يا المشاهدين ديالي، الله ينوركم ويخليكم ليا. ندوز ان شاء الله اللوز عندي محمر مهرمش، كتجي غزاله بالريحه ديال اللوز تبارك الله محمر. المشاهدين ديالي دابا عندي دخلوها الثلاجه تبرد ان شاء الله، ونرجعو نقدموها بالصحه والراحه وطول العمر ان شاء الله. دخلوا عندي المشاهدين ديالي يعيطوا البومبيه والنار